بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما تعلمناه وتفقهناه حجة لنا لا حجة علينا. أيها الإخوة في الله، دروس العقيدة من أهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم، لأن العقيدة هي الأساس، وهي التي إذا صلحت وصحت العقيدة صح العمل وقبل العمل، وإذا فسدت العقيدة لم تقبل الأعمال والعياذ بالله، وردت على صاحبها، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم وصواباً على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، ولم يقل أكثر عملاً، وإنما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. وحسن العمل لا بد أن ينبني على عقيدة صحيحة مستمدة من الكتاب والسنة، مستنيرة بأنوار الوحي، مأخوذة مما جاء في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يغادر الدنيا إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه في أمور دينها، فلم يلتحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى إلا وقد بلغ البلاغ المبين، وبين للناس ما يحتاجون إليه في أمور العقائد وأمور العبادات، وما ترك عليه الصلاة والسلام خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا وحذرها منه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومسائل العقيدة من أهم ما يجب أن يهتم به المسلم، وأن يتعلمه وأن يتفقه فيه، لأنه إذا صحت عقيدة المسلم وكانت خالية من البدع والخرافات والمخالفات، فإن أعماله بإذن الله مقبولة، وهي عند الله عز وجل مكتوبة. أما إذا خالطها شرك أو بدع أو خرافات، فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. ويقول عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإن الشرك والعياذ بالله محبط للأعمال، لا يقبل الله عز وجل من المشرك صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه عملا ولا صدقة ولا نفقة. قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه لما فسدت عقيدتهم لم تقبل أعمالهم.
فهذا يبين أهمية العقيدة وخطرها، وأنها من أهم ما يجب أن يعتنى به وأن يتعلمه المسلم وأن يتفقه في أمور دينه، خصوصاً أمور العقيدة التي هي أساس الأعمال ومبناها، وعلى ضوئها تقبل الأعمال أو ترد. ومن أفضل ما كتب في هذا الشأن كتب السلف رحمهم الله، الذين بيّنوا للناس العقائد الصحيحة المأخوذة من الكتاب والسنة، يستدلون في عقائدهم على ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ليس من أقوال الرجال ولا من كلام الفلاسفة ولا من زبالات عقولهم ولا من اجتهاداتهم، لأن الله عز وجل قد أغنانا عن ذلك كله، فالدين كامل، الله عز وجل قد أكمل علينا دينه وأتم علينا النعمة بقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا مما امتن الله عز وجل به على هذه الأمة، أن أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة، أكمل لها الدين بهذا القرآن الكريم وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: خذوا عني مناسككم، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلوات الله وسلامه عليه قد بيّن للناس البيان الشافي والبيان الكافي، وعلماء السلف رحمهم الله في كتب العقيدة التي ألفوها إنما هم يستمدون أدلتهم من الكتاب والسنة، ولا يأخذون مما خالفهما، بل إنهم قد ردوا على من ابتدع البدع وخالف ما جاء في القرآن والسنة، وألفوا في ذلك المؤلفات المطولة المعتمدة على الآيات القرآنية وعلى الأحاديث النبوية. ومن أول ما ألف في ذلك في عصر السلف رحمهم الله كتفسير الإمام الطبري، فهو تعرض لكثير من أمور العقائد، وكذلك الإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل والإمام عبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء الأمة، كالفقهاء الأربعة، الإمام أبو حنيفة له كتاب اسمه الفقه الأكبر، يعني يبين فيه العقيدة الصحيحة، والإمام أحمد بن حنبل في كتب كثيرة، منها كتابه الرد على الجهمية، وكتاب الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، بيّن للناس خطر ما عليه المبتدعة في أمور الإيمان بالقضاء والقدر، وفي بيان ما يتعلق بالأسماء والصفات، وما يتعلق بالبعث والنشور، سواء كان ما يتعلق بأمور التوحيد بأنواعه الثلاثة، أو اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أو ما يتعلق بالنبوات، أو ما يتعلق أيضاً بالغيبيات. فالإيمان بالله غيب، والإيمان بالملائكة غيب، والإيمان باليوم الآخر غيب، فكل هذه من الغيبيات التي بينت في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولكن علماء الأمة الذين تصدوا للرد على المبتدعة وعلى المخالفين اضطروا على أن يؤلفوا هذه المؤلفات ليحافظوا
على العقيدة الصحيحة، وليبينوا للناس المنهج الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، الذين كانوا على الحق وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير قرون بني آدم هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت في خير قرون بني آدم. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه بالخيرية، وقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالقرون الثلاثة الأولى هم السلف الصالح، هم الذين كانوا على الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على فرق كثيرة، قالوا: وما هي الفرقة الناجية؟ لما قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: ومن هي هذه الواحدة يا رسول الله؟ ما هي هذه الفرقة الناجية؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هنا المقياس، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هم الذين كانوا على الحق، وهم الذين يقتدى بهم، وهم الذين كانوا على الكتاب والسنة يعتمدون ومنها ينطلقون. ولذلك جاءت القرون التي بعد القرن الثالث، وحصل ما حصل، مع أن بعض البدع وبعض المقالات المخالفة لمنهج السلف ظهرت في أواخر عصر الصحابة، كقول الخوارج الذين ظهروا في عصر الصحابة وخرجوا على عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه وتسوروا عليه بيته وقتلوه وهو خليفة المسلمين، ثم قتلوا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين، وأبو الحسن والحسين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه أيضا الخوارج. فهذه البدعة ظهرت في عصر الصحابة رضي الله عنهم. ولما جاء ذو الخيصرة اليماني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قسم الغنائم قال: اعدل يا محمد، يعني تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اعدل في القسمة. قال له: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم، يعني من شكله وعلى شاكلته، أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء الذين أتوا إلى آيات نزلت في الكفار وجعلوها في المسلمين، ولا زالت كلما فني منهم قرن خرج منهم قرن. وهم قد قاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان وقضى على كثير منهم، ولكن بدعتهم وضلالاتهم لا زالت باقية في بعض أطراف الأمة من يعتنق هذا الفكر الخطير، وهو تكفير المسلمين. ونحن نعلم أيها الإخوة أن المسلم والمؤمن مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته. لا نكفر أحدا بذنب ما لم يأتي بأمر يخرج به من الدين، ينكر أمرا من الدين معلوما بالضرورة. لكن إذا ارتكب المسلم معصية من المعاصي أو مخالفة من المخالفات فإنا لا نكفر، فهو مؤمن بإيمانه، يصلي ويصوم ويحج ويعمل أعمال الخير، لكن حصل منه ذنب معصية فلا نكفره بهذه المعصية، لكن ينقص إيمانه ويفسق بمعصيته
ولكنه يكون مؤمناً بإيمانه، بتوحيده، بصلاته، بصيامه، بزكاته، بعمله بأركان الإسلام. لكن هذه الطائفة التي خرجت في عصر الصحابة رضي الله عنهم كفرت مرتكب الكبيرة وقالت إنه خارج من الدين وإنه في الآخرة خالد مخلد في النار والعياذ بالله. هذا الضلال وهذا المقالات الفاسدة قام علماء السلف سواء من الصحابة أو من كبار التابعين أو تابع التابعين وردوا على هذه المقالات. أيضا ظهرت مقالة القدرية ومقالة الجبرية. القدرية الذين يقولون إن الله تعالى لم يقدر الأقدار ولم يكتبها ولا يعلمها، وهذا مخالف لما جاء في القرآن والسنة. فالله عز وجل أول ما خلق خلق القلم وقال له أكتب، قال ماذا أكتب يا ربي؟ قال أكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، فهو موجود عند الله فوق العرش في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتب الله مقادير كل شيء، وهذا التقدير الذي لا ليس فيه تغيير لأنه صادر من العليم الخبير. فالله عز وجل علم الأشياء قبل خلقها وأمر بكتابتها، وأنها لا تقع هذه الأمور إلا بمشيئة الله وإرادته. ولما قيل لابن عمر وهو من صغار الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب إن هناك أناسا يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، قال أخبرهم هؤلاء أني منهم بريء. هذا خالفوا ركنا من أركان الدين وهو الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الإيمان بالقضاء والقدر وهو من أعظم أركان الدين هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا مما يؤدي إلى راحة المؤمن وإلى اطمأنينية قلبه، ويعلم أن ما أصابه من مصائب فهي مكتوبة ومقدرة عليه، قد كتبها الله تعالى وقدرها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. فأدلة القرآن وأدلة السنة كلها تدل على هذه العقائد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهرت هذه الفرق الضالة في أواخر عصر الصحابة فانبرى لها علماء الإسلام في القرون الأولى، ثم جاءت بعدها القرن الرابع والخامس والسادس أيضا جاء مجموعة من العلماء وبيّنوا أيضا وردوا على بعض المقالات التي ظهرت كتأويل صفات الله عز وجل أو إنكار هذه الصفات، وبيّنوا أن القرآن الكريم مملوء بأسماء الله تعالى وصفاته، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يوما يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة من الصفات، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر إليكم الرب تبارك وتعالى أزلين قنطين، يعني من تأخر نزول المطر، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. نحن اليوم صلينا صلاة الاستسقاء وطلبنا من المولى عز وجل أن يسقي البلاد والعباد، ففرج الله قريب، لا ييأس المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام ينظر إليكم ربكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فلم يقل الصحابة ولا
الذين يستمعون هذا الكلام وكان بعضهم يعني من الأعراب لم يقولوا كيف يضحك وربنا كيف يصدر منه هذا الفعل والإنسان يضحك والله يضحك، لم يجادلوا في مسألة من هذه المسائل. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم إن الله عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لم يقولوا كيف استوى ولم يجادلوا في هذه المسائل، وإنما سلموا وآمنوا وعلموا أن قول الإنسان أنه مسلم أن يستسلم وأن يصدق بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يؤمنون بما جاء في القرآن وما جاء في السنة من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، لم يجادلوا فيها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته وكما ترون القمر ليس دونه سحاب، فلم يجادل الصحابة في ذلك ولم يقولوا كيف ننظر إلى ربنا وهو في جهة والجهات مخلوقة كما جاء بعد ذلك المعتزلة ومن سلك طريقهم من الضلال الذين أخذوا مثل هذه المقالات الفاسدة من الفلاسفة ومن غيرهم وتركوا ما جاء في القرآن والسنة، ثم أخذوا يردون ما جاء من هذه الآيات الكريمة ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانبرى لهم علماء الإسلام وبيّنوا لهم العقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه الكتب المهمة كتاب الفقه الأكبر وهو للإمام أبو حنيفة رحمه الله، ويقال إن للإمام الشافعي أيضاً كتاباً بهذا الاسم أيضاً الفقه الأكبر، يعني الفقه الأكبر ما يتعلق بالأصول تمييزاً له عن فروع الشريعة، لأن الإسلام يشتمل على أصول وفروع، وإن كانت هذه الفروع هي مستمدة ومعتمدة ومرتكزة على أصول الدين، فإذا مثلاً أمور الصلاة والزكاة والحج والصيام هذه من فروع الشريعة ولكنها مبنية على الأصل الأول الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللي هي العقيدة الأصل التي يستمد منها مثل هذه الأمور، لأن العبد عندما يصلي لله فهو لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا يصرف نوعا من العبادة إلا لله، فلا يدعو إلا الله إلا الله ولا يسجد إلا لله ولا يركع إلا لله ولا يدعو إلا الله تبارك وتعالى، فيعلم أن السجود والركوع والدعاء والتوجه إنما هو لله عز وجل، فهو يستمد ذلك من عقيدته التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أيضاً ألف العلماء أيضاً كتب في الإيمان وهي من كتب العقيدة، مثل كتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب الإيمان لابن مندة. عندما نقول هذا الكلام، هذا الكلام لطلبة العلم الذين يجب أن يعرفوا ما هي كتب السلف التي يرجعون إليها ويعتمدون عليها في أخذ عقيدتهم المستمدة من القرآن والسنة، وأن ينتبهوا من الكتب المخالفة التي جاءت عن المبتدعة وألفوا فيها بعض الكتب التي تخالف ما عليه القرآن والسنة، لم تعتمد على آيات القرآن ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوها من كلام الفلاسفة أو من عقولهم وتركوا الكتاب والسنة.
ولذلك سمي هذا عند بعضهم سموه علم الكلام، إما لكثرة الردود وكثرة الكلام فيه، أو لمسألة الكلام وهي مسألة كلام الله تبارك وتعالى، وهل القرآن كلام الله عز وجل، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. فلا بد أن نعرف ما هي كتب السلف التي نعتمد عليها. هذا الكلام لطلبة العلم الذين يتلقون العلم الصحيح المأخوذ من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة. عندما نذكر هذه الكتب هي التي ينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إليها وأن يعتمدوا عليها، لأن هذه الكتب المصفاة، الكتب النقية، الكتب التي ليس فيها بدع وليس فيها أمور مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. أيضاً ألف علماء السلف كتباً سموها بالسنة، كما في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، وهذا الكتاب مطبوع وموجود في الأسواق ومحقق. كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، وهو مذكور بالأسانيد. أيضاً كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم أيضاً، وكتاب السنة للخلال، والخلال من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الشيباني هو إمام أهل السنة والجماعة. لماذا كان إمام أهل السنة والجماعة؟ لأنه هو الذي ثبت في محنة القول بخلق القرآن، ووقف أمام المبتدعة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، ووقف وقال لهم ائتوني بدليل من القرآن والسنة على أن القرآن مخلوق، فلم يستطيعوا وسجن وجلد في سبيل ذلك، ولكنه ثبت رضي الله تعالى ورحمه الله، وأصبح كما يقال أنه ثبت في المحنة كما ثبت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الردة، عندما ارتدت بعض العرب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم منع الزكاة ولم يؤدها، واعتقد أن الزكاة كانت تؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولما جادله عمر رضي الله عنه وقال: كيف تقاتلهم يا أبا بكر وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنكر عليه أبو بكر وقال: الزكاة هي قرينة الصلاة، الله عز وجل قرن بين الصلاة وبين الزكاة، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن من أركان الإسلام، لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونها لقاتلتهم عليه، لأن هذا دين. فوقف رضي الله تعالى عنه وجهز الجيوش وقاتل المرتدين حتى دانت جزيرة العرب كلها في سنتين، ورجعوا إلى الإسلام وإلى ما كان عليه الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلوا المرتدين وبيّنوا لهم الحق. فأحمد بن حنبل وقف في المحنة التي امتحن بها كثير من العلماء، وبعضهم أجاب في هذه المحنة خوفاً من السلطان وخوفاً من الجلد وخوفاً من السجن، ولكن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ثبت في هذه المحنة وألف كتاباً في الرد على الجهمية، وقال لهم: ائتوني بدليل من القرآن أو السنة وأنا أذهب إلى ما ذهبتم إليه، فلم يستطيعوا، واستدل بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله عز وجل سمى القرآن كلاما،
فهو كلام الله عز وجل الذي تكلم الله تعالى به وخرج منه، فهو صفة من صفات الله عز وجل، لا يمكن أن نقول إنها صفة مخلوقة، لأن صفات الله عز وجل متعلقة بذاته تبارك وتعالى. فالقرآن كلام الله المعجز بألفاظه ومعانيه بحروفه ودلائله، هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وهو المحفوظ في الصدور والمحفوظ في السطور، فلا يعد أن يكون كلام الله عز وجل. فثبت الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في هذه المحنة التي ابتلي فيها علماء الأمة، ونفع الله تعالى بثباته وأصبح إماماً لأهل السنة والجماعة. فكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد يقرر فيه عقيدة السلف الصالح وما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم مما جاء في الكتاب والسنة. وكذلك كتاب السنة للخلال أبي بكر الخلال له كتاب في السنة، وهو من تلاميذ الإمام أحمد. انظروا كيف العالم الرباني يخرج منهم ويتبعه طلاب يحملون هذا الدين، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء التلاميذ الذين تتلمذوا على هؤلاء العلماء الكبار نفع الله بهم، وأصبحوا مصابيح للأمة، يرشدونهم إلى الحق ويبينون لهم العقيدة الصحيحة الصافية النقية. فأبو بكر الخلال من تلاميذ الإمام أحمد وألف كتابا في السنة يبين فيه عقيدة السلف الصالح. أيضا كتاب شرح السنة وهو مطبوع أيضا للبربهاري موجود في المكتبات، وموجود في المكتبات الحكومية، وموجود في مكتبات الجامعات والمؤسسات، وموجود في مكتبات البيع. أيضا كتاب الشريعة للإمام الآجري، يعني بعض العلماء ألف كتابا في العقيدة وسماه كتاب الشريعة، لأنه لا يفصل بين الشريعة والعقيدة، فالشريعة أيضا منبثقة من العقيدة كما ذكرت لكم. فألف بعض العلماء كالإمام الآجري كتاب سماه الشريعة، وكذلك الحافظ الإمام ابن بطة الحنبلي أيضا ألف كتابا سماه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ويسمى هذا الكتاب الإبانة الكبرى، وهو مطبوع أيضا وموجود ومحقق في الأسواق. أيضا من الكتب التي ألفت في العقيدة كتب باسم أصول الدين، يعني ليفرق بين أصول الدين وبين فروع الدين، أصول الدين في العقائد والفروع ما يتعلق بأحكام الفقه، من الأحكام الفقهية كأحكام الوضوء، أحكام البيوع، أحكام التركات وغيرها، هذه كلها تسمى فروع الشريعة. فأصول الدين هي العقائد. فأطلق بعض علماء الإسلام هذا الاسم على كتبهم، ومن ذلك كتاب الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة للحافظ أيضا ابن بطة، ويسمى الإبانة الصغرى، وهو مطبوع ومحقق وموجود في الأسواق. وأيضا ألف أبو الحسن الأشعري كتاب سماه الإبانة عن أصول الديانة، ويقال إن أبو الحسن الأشعري رجع في هذا الكتاب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ألف وكان قد تبع المعتزلة في بعض آرائهم، لكنه في آخر عمره صعد المنبر وقال إني أرجع عما قلته وأنا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وإني أنخلع مما كنت عليه، وكان لابسا ثوبا فوق ثوبه وخلعه وقال هذا كتاب الإبانة عن أصول الديانة على ما عليه الإمام أحمد بن حنبل وما عليه السلف الصالح.
نحن لا نقدس أحمد بن حنبل ولا نقدس ابن بطة ولا نقدس فلان، إنما كتبهم هي التي تشهد لأنها مستمدة من الكتاب والسنة، ولذلك أبقى الله ذكرهم وأعلى منزلتهم، وبقي علمهم إلى اليوم وإلى قيام الساعة هو العلم الباقي. ويقال أن الإمام مالك رحمه الله لما ألف كتاباً وسماه الموطأ، وما معروف كتاب الموطأ للإمام مالك موجود ومطبوع، ألف كثير من الكتب باسم هذا الكتاب، وجاءه بعض تلاميذه وقالوا له يا إمام إن العالم الفلاني ألف كتاب سماه الموطأ، والعالم الثاني سمى كتاب وسماه الموطأ، وفلان ألف كتابا في السنة، فماذا قال؟ قال كلمته المشهورة، قال ما كان لله يبقى. وتلك الكتب كلها لا يوجد منها ولا كتاب إلا كتاب الإمام مالك، موطأ مالك هو الذي باقي إلى اليوم، ويوجد في مكتبة الحرم المكي الشريف نسخة وحيدة في العالم مخطوطة موجودة من هذا الكتاب. فما كان لله يبقى، وما كان مستمدا من الكتاب والسنة هو الكتاب الذي يستفيد منه الناس العقيدة الصحيحة، وهو الكتاب الذي ينتفع منه الناس لأنه مستمد من كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب أيضا التي ألفت في العقيدة باسم كتب العقيدة أيضا، وأطلق بعض علماء السلف أيضا على كتبهم كتاب العقيدة، يعني سبق معنا الفقه الأكبر والإيمان والسنة والشريعة وأصول الدين، وأيضا كتب العقيدة، منها كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني وهو من علماء السلف، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أيضاً لأبي القاسم اللالكائي، وهو كتاب مطبوع ومحقق وموجود أيضاً في المكتبات العامة وفي المكتبات في الأسواق. وأيضاً من أشهر الكتب التي هي موجودة وتحمل اسم العقيدة كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي، البيهقي صاحب السنن له كتاب أيضاً في العقيدة اسمه الاعتقاد، وأيضاً للإمام المقدسي كتاب اسمه لمعة الاعتقاد، وقد شرحه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، شرح هذا الكتاب شرحاً ممتازاً وشرحاً ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى هذا الكتاب، لأن شرح فضيلة الشيخ رحمه الله كان شرحاً واضحاً موجزاً بيناً. أيضاً كتاب العقيدة الواسطية، وهو الكتاب الذي بإذن الله سيكون موضوع دروسنا في هذه الأيام بإذن الله، كتاب العقيدة الواسطية للإمام ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، له كتاب العقيدة الواسطية وسنتكلم عنه، لماذا سمي بالواسطية وما هي حياة هذا الإمام وكيف ألف هذا الكتاب وكيف انتشر هذا الكتاب وأصبح من الكتب المشهورة في العالم الإسلامي، وتناوله من أكثر الكتب التي تناوله العلماء شرحاً وبسطاً وبياناً وتلخيصاً، وأسس وأيضاً قرر في الجامعات بعض الجامعات في المملكة العربية السعودية وفي غيرها من الدول الإسلامية، في جامعة الإمام وفي جامعة أم القرى وفي الجامعة الإسلامية وفي المعاهد العلمية وفي معهد الحرم المكي الشريف ومعهد المسجد النبوي، من المواد المقررة على طلاب العلم هذه الكتاب العقيدة الواسطية، وسنتناول بحوثها بإذن الله بالتفصيل ونتكلم عليها. أيضا من هذه الكتب أيضا كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي، له كتاب أيضا في العقيدة وهو من الكتب المعتمدة وهو موجود في المكتبات العامة، وتناوله كثير من العلماء بالشرح، ومن أحسن الكتب التي شرحت هذا الكتاب من أحسن المؤلفين
العلامة علي بن علي بن أبي العز الحنفي، الطحاوي حنفي، وعلي بن علي بن أبي العز أيضا من أئمة الحنفية، ليعلم المسلمون أن علماء الإسلام وعلماء المذاهب الأربعة، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والحنبلي، كلهم على عقيدة واحدة، كلهم على عقيدة سلفية صحيحة وسليمة. فالإمام أبو حنيفة له كتب كما ذكرت لكم الفقه الأكبر، والطحاوي أيضا من علماء الأحناف في الفروع، لكنه في الأصول على مذهب السلف الصالح. وشرحت هذه العقيدة شروحا كثيرة، وهو من أيضا من أكثر الكتب التي تناولها العلماء بالشرح، ولكن أحسن وأفضل شرح لها هو شرح العلامة علي بن علي بن أبي العز الحنفي. وأيضا قرر هذا الكتاب في جامعات المملكة كالجامعة الإمام وجامعة أم القرى والجامعة الإسلامية وكثير من الجامعات في المملكة وفي بعض الدول الإسلامية، وأيضا هو أيضا مقرر في كليات الحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة. أيضا مما نتكلم عليه، أيضا مما كتب في العقيدة أيضا في بيانها، مما سمي أيضا أطلق عليها يعني اللي تتعلق بأمور الاعتقاد، كتب التوحيد. فألف كتب وأطلق عليها اسم كتاب التوحيد، منها كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته للحافظ ابن مندة، وهذا كتاب موجود أيضا ومطبوع ويتناوله أيضا العلماء بالشرح والبيان، وموجود في المكتبات. وأيضا لا زال إطلاق هذا الاسم على العقيدة مستعمل حتى في هذا العصر. من أشهر كتب العقيدة أيضا التي تحمل اسم كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إمام الدعوة في هذا العصر، الذي ألف هذا الكتاب، وهو من أفضل الكتب في شرح العقيدة، وهو مستمد من القرآن والسنة، ومن أكثر الكتب طباعة وانتشارا. ونظرا لشهرة هذا الكتاب انتشر في العالم الإسلامي واستفاد منه كثير من المسلمين، لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب ظهر، طبعا الشيخ ولد عام 1115 للهجرة وتوفي 1206، يعني عاش في إلى بداية القرن الثالث عشر الهجري. فكان هذا الكتاب في الرد على بعض البدع والخرافات وبعض القبوريين الذين يتمسحون بالقبور ويتخذون المشاهد ويدعون الأولياء من دون الله عز وجل، ويعتقدون في الصالحين ويعتقدون في أصحاب القبور. فأصبح هذه المصيبة وهذا الانحراف عن العقيدة ظهرت في القرن الحادي عشر والثاني عشر، فانبرى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبين العقيدة الصحيحة السليمة من خلال هذا الكتاب، كتاب التوحيد. وأصبح له شروح وله عناية فائقة من العلماء. من أهم شروح هذا الكتاب كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أيضا، وهو أقدم شروح لهذا الكتاب ولم يتمه رحمه الله، وقف عند باب ما جاء في المصورين. وكتاب التوحيد هذا من أفضل الكتب للعامة والخاصة. مثلا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد في هذا الكتاب باب ما جاء في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر فيه الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الرب تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فإن الله عز وجل يخرج أقواما من النار لم يعملوا
خيراً قط غير أنهم لم يشركوا بالله عز وجل، لأنه في حديث الشفاعة الطويل أن الله عز وجل يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يأذن الله عز وجل للأنبياء أن يشفعوا شفاعة في شفاعات لأهل الجنة برفع منزلتهم، وشفاعة لأهل الجنة بالدخول إلى الجنة، وبالشفاعة لبعض أهل الجنة برفع منزلتهم في الدرجات العليا، وشفاعات لمن دخلوا النار من العصاة الذين عليهم معاصي، عليهم حقوق، عليهم تقصير في أمور العبادات أو في حقوق العباد. فهؤلاء إذا دخلوا في النار ولم تحصل لهم مغفرة فإن الله عز وجل يأذن للشفعاء أن يشفعوا، فيشفع الأنبياء فيخرجون طوائف من النار إلى الجنة، ثم يشفع تشفع الملائكة ويشفع العلماء. قيل إن العالم يشفع في 70 من أهل بيته، انظروا فضل العلم، العالم يشفع في 70 من أهل بيته يدخلهم الجنة معه قد وجبت لهم النار. الشهيد يشفع أيضا لأهل بيته وأقربائه الذي مات على الشهادة الصحيحة، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو يشفع أيضا، فيأذن الله تعالى له بأن يشفع. وأيضا الأفراط يشفعون، الأفراط هم الصغار الذين ماتوا دون البلوغ، الصغار يشفعون لآبائهم وأمهاتهم. من قدم 2 من الولد أو 3 من الولد كانوا حجابا له من النار، فهؤلاء الأفراط أيضا يشفعون. فيقول الله عز وجل، وهنا الشاهد، شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع العلماء وشفع الشهداء وشفع الأفراط، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. فيخرج الله أقواما من النار، يحث 3 حثيات من النار، فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط غير أنهم لم يشركوا بالله. انظروا خطر الشرك، المشرك لا يمكن أن يخرج من النار، وما هم بخارجين من النار، كتب الله تعالى عليهم الخلود والعياذ بالله، وحرم عليهم دخول الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجنة محرمة على المشركين، لكن من مات وهو لم يعمل خيرا قط فإنه أيضا يدخل في رحمة أرحم الراحمين. حتى يقال أن الشيطان لما يرى من رحمة الله في ذلك اليوم يتطاول برأسه لعلها تدركه رحمة الله عز وجل فيدخله الجنة. فإذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا فضله عظيم. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل الله، هذه رحمة الله. ومن هل هناك أحد أرحم من الله؟ لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، فجاءت امرأة تبحث عن وليدها، عن صغيرها، فقدته، تدور بين الجيش تبحث عن ولدها، فلما وجدته أخذته وألصقته ببطنها، ثم أخرجت ثديها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بالعباد من هذه بولدها. هذه رحمة الله، لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك، يعني هالك شقي. فالله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا فضل الله عز وجل، وبينه العلماء في كتب التوحيد، بينوا خطر الشرك وبينوا فضل التوحيد. ولذلك العبد
ينبغي له أن يتنبه لأعماله أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها غرض من أغراض الدنيا. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. لو تبرع بملايين الريالات من أجل أن يمدحه الناس ويقولون فلان محسن فلان ما قصر، ما تنفعه تلك، ليس له في الآخرة نصيب ما لم يكن خالصا لوجه الله. لا يقبل الله العمل إلا أن يكون فيه متوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، خالص عملك، فاعبد الله مخلصا له الدين صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينتبه العبد لأعماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وهو الرياء. يقوم الرجل فيصلي يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، فلا يقبل الله تلك الصلاة. يتصدق ليقول الناس إن هذا رجل متصدق، يكرم الناس ليقول الناس كريم، يقاتل ليقول الناس شجاع، ليقول الناس شهيد. ما تنفعه إلا أن يكون ذلك خالصا لوجه الله عز وجل. الدرهم اللي فيه إخلاص سبق 1000 درهم، 1000 درهم التي فيها رياء غير مقبولة. الدرهم الخالص يقبله الله وينميه حتى يوافى به العبد مثل الجبال العظيمة يوم القيامة. لا يقبل الله من العبد عملا إلا أن يكون يبتغي به وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا تطلب من الخلق جزاء ولا شكورا، تطلب ما عند الله، والله عز وجل هو الذي يجازيه. يجازيك في الدنيا بالصحة بالعافية بزيادة الرزق بصلاح الذرية، يرزقك في الآخرة غفران الذنوب والدخول إلى جنات الخلود. هذا هو الذي يطلبه المسلم، لا يطلب من الناس سمعة ولا مدحا ولا ثناء، وإنما يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ومن شروح كتاب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي فضله على هذه البلاد فضل عظيم، عندما تآزر هو والإمام محمد ابن سعود جد الدولة السعودية الحالية والثانية والأولى، ولا زلنا ولله الحمد ننعم بعقيدة السلف الصالح في هذه الدولة المباركة. الدولة السعودية الأولى أسسها الإمام محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتقى العلم مع السلطة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب للإمام محمد بن سعود: إذا منعتني ونصرتني فإن الله تعالى سينصرك وسيمكن لك. انظروا، من عام 1157 عندما تعاهد الإمام محمد بن عبد الوهاب مؤلف كتاب التوحيد مع الإمام محمد بن سعود جد الحكام هذه البلاد رحمه الله، تحالفوا على العقيدة الصحيحة النقية، فبنيت هذه الدولة لما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله الذي أسس هذه البلاد على العقيدة السلفية الصحيحة التي ننعم بها ولله الحمد في بلاد الحرمين. ليس عندنا بدع ولا خرافات ولا مشاهد ولا قبور ولا مثل هذه الأمور، هذه البلاد نقية ولله الحمد من الشرك على عقيدة السلف الصالح بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا الإمام وحكام هذه البلاد ولله الحمد. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى العقيدة الصحيحة، وأن يحفظ هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها، وأن تكون حامية للحرمين الشريفين، ناشرة لعقيدة السلف الصالح
حاميةً للدين، ولله الحمد يجب علينا أن ندعو لولاة أمورنا وأن نخلص لهم المحبة والولاء والدعاء، لأنهم هم نصروا الشريعة ونصروا العقيدة ونشروا مذهب السلف الصالح وهيئوا الخدمات للمسلمين في الحرمين الشريفين. انظروا الحجاج والعمار يأتون من مشارق الأرض ومغاربها، يدخلون هذه البلاد وهي صحراء مترامية الأطراف، بفضل تحكيم الشريعة ونشر العقيدة السلفية حصل الأمن وحصل الخير وحصل أمن الحجاج والعمار والزوار بفضل العقيدة الصحيحة وتحكيم الشريعة، تحكيم الشريعة الإسلامية. أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ يعني أمنوا الحجاج، أمنوهم ليؤدوا مناسكهم. فقامت هذه الدولة ولله الحمد على تأمين السبل وتأمين الطرق وتوفير الخدمات، كل هذا منطلقة في ذلك من تعاليم الدين، من تعاليم دين الإسلام الذي فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عقيم معميق، تلبية لدعوة إبراهيم الخليل اللي هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، باتباع ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ويقول عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا أخوان الشرك خطر، خطره عظيم. لو أخطأ العبد في أمر من أمور الصلاة أو من أمور الزكاة أو أمور الحج، مثلا أخطأ في الطواف، أخطأ في السعي، أخطأ في رمي الجمرات، أخطأ في أمور هذا أمر مغفور وأمر متسامح فيه، لكن إذا أخطأ في أمور العقيدة يخرج من الدين. إذا راح إلى قبر يدعوه من دون الله، يا فلان أغثني، يا فلان اشفي مريضي، يذبحون لها، الذبح لله والنذر لله والدعاء لله والاستعانة بالله والاستعاذة بالله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا يكون هذا هو الدين. فصل لربك وانحر. ومن هذه الآية حتى أن الإمام أبو حنيفة أوجب صلاة العيد بهذه الآية، فصل لربك وانحر. قال إن صلاة العيد واجبة بهذه الآية. الصلاة يوم العيد الأكبر، يوم الحج الأكبر عيد الأضحى، والنحر أيضا يوم الأضحى. فالنذر لله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلا يدعو العبد إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله. هؤلاء يذهبون والعياذ بالله، وهذا والحمد لله لا يوجد في هذه البلاد، لكن في بعض البلدان الإسلامية ينتشر الجهل وينتشر الأئمة المضلين الذين يضلونهم وينتفعون، وتنتشر الطرق المخالفة البدعية، بعض الطرق الصوفية، ويقول لا تأخذ دينك إلا من هذا الشيخ، ويضحكون عليهم ويزعم شيخهم أنه يأخذ عن الله مشافهة، ويقول حدثني قلبي عن ربي، ويقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول إذا أنت أصبح عندك اليقين سقطت عليك التكاليف، فيترك الصلاة ويترك الصيام ويترك أركان الإسلام لأنه يقول أصبح عندي يقين. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين وسيد العباد عليه الصلاة والسلام، لما مرض في آخر عمره
كان يأتي العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب يأخذونه يتكئ على العباس وعلى علي وتخط قدماه في الأرض حتى يأتي إلى الصف ويصلي بالمسلمين عليه الصلاة والسلام. لم تسقط عنه الصلاة ولم يسقط عنه الواجبات وهو يشرع للأمة. لو سقطت الصلاة عن أحد لسقطت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من المرض، بل إنه في وهو عليه الصلاة والسلام يحتضر يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يبين أنها أن العبد يعبد ربه إلى أن تخرج روحه، ليس كما يقول هؤلاء المبتدعة الضلال. وبعض هذه الفرق إذا بلغ العبد 40 سنة سقطت عنه التكاليف فلا يصوم ولا يصلي ويقول خلاص بلغت 40 سنة. فهذه من البدع ومن الخرافات، والحمد لله أن هذه البلاد خالية من مثل هذه الأمور. لكن عندما نقول هذا الكلام إنما نحذر من مثل هذه الطرق ومثل هذه المخالفات التي قد بعض الناس ينقلها إلى هذه البلاد في الحج أو في العمرة أو بعض من يزور ثم يأتي بهذه العقائد الباطلة فيدعو غير الله ويسأل غير الله ويعتقد في فلان ويعتقد في النبي أو في الولي أو في القبر أو حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تدعوه من دون الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا القرآن، العقيدة الصافية نأخذها من القرآن الكريم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ليس بينك وبين الله واسطة، ترفع يديك في أي وقت من الأوقات تدعو ربك فستجد الإجابة. وهذا دليل أولا من أدلة العقيدة على علو الله عز وجل وأنه فوق سماواته عال على عرشه. فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح دخل في أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة على المنبر وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال فادعوا الله لنا، استسقي لنا يا رسول الله، ادعوا الله لنا أن يسقينا. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ رفع يديه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه وليس في السماء ولا سحابة ولا قزعة، قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، قال فخرجت سحابة من خلف سلع جبل من جبال المدينة ثم توسطت السماء ثم انتشرت وأبرقت وأرعدت وأمطرت، وما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر ينزل على لحيته عليه الصلاة والسلام على صدره، لأن مسجده لم يكن من صبات ومن إنما كان من العريش من عريش النخل عليه الصلاة والسلام. وفي ليلة القدر سجد على ماء وطين عليه الصلاة والسلام، ابتل مسجده بالماء عليه الصلاة والسلام، فبقي المطر أسبوعا كاملا ما وقف. ففي الأسبوع الثاني الجمعة الثانية دخل ذلك الرجل أو غيره ودخل وقال يا رسول الله هلكت المواشي وتهدمت البيوت فادعوا الله لنا أن يفرج عنا المطر وأن يخفف عنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حوالينا ولا علينا، إذا وجه إلى جهة أو إلى جهة انجلأ السحاب، قال فخرجنا نسير في الشمس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام.